السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نتعامل مع دوال التاريخ في الويندوز. دي الفورمة بتاعتنا، هقول له انا عايز احط بوتون. البوتون دوت هبدأ اكتب فيه الكود، هبدأ اقول له عرف لي متغير حرف دي او اكس، عرفه ان هو ديت تايم. هقول له خلي الاكس بتساوي نيو ديت تايم. تمام، هبدا بقى اديله التاريخ اللي انا عايزه وما ننساش السيمي كولون في الاخر. هقول له مثلا 2017 2015 07 07. طيب هقول له بقى اظهرها لي في message box دوت شو. طيب هقول له ادي القوسين بتوع الرساله اللي هتبقى موجوده جواه، واقول له انا عايز تاخد الكلام دوت الدي دوت الاكس، اسف اكس دوت الاكس. دلوقتي عباره عن تاريخ بيشترفه جغرافي، عباره عن تاريخ دي تايم، فانا عايز احوله لنص عشان يقراه، فاقول له تو سترينج. تمام، وبعد كده هفتح الاقواس واقول له الصيغه ال 2015 دول اللي هتعرضهم لي ان دول بالشكل دوت واي 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 واي، وبعد كده شرطه، وبعد كده عرض لي الدي دي اللي هو اليوم، وبعد كده شرطه، وبعد كده عرض لي الشهر اللي هو الام. تمام، او ممكن تعكسها، ممكن تخلي مثلا ده الشهر وده اليوم. تمام، طيب اقول له ستارت. في رسالة تحت ظهرالي نشوفها، الاكس دوت شو اكس دوت شو دوت تو سترينج. اقول له بقى ستارت، ادوس، هيبدا يكتب لي التاريخ 7/7/2015. طيب ده بالنسبه للفيجوال ستوديو او سي شارب في الفيجوال ستوديو، اللي هو برنامج ينفع يشتغل مع الويندوز. طب تعالى نعملها على الريفت بقى. هقول له ماكرو مديول، هسمي المديول مثلا ديت، اوكي، وهقول له جوه المديول ده اعمل له ماكرو. هي نفس الكود تقريبا مع اختلاف بسيط، هنسميه تاسك دايلوج. اقول له بيلت واقفله، واقول له اعمل لي ماكرو جواه، سمي الماكرو ده ديت، اوكي. ابدا بقى اعرف المتغير بتاعي، اقول له هنا اعمل لي متغير نوعه ديت تايم دوت ديت تايم، ده هنخليه مثلا اكس، وهنقول له نيو ديت تايم. ونبدا بقى نفتح الاقواس بتاعتنا وما ننساش السيمي كولون. سي شارب لازم السيمي كولون في الاخر. اقول له 2015 ال 07 07. تمام، طيب ده احنا كده ادينا له اليوم والشهر والسنه. اقول له بعد كده بقى التاسك دايلوج دوت شو زيرولي، وبعد كده بين اقواس هبدا اديله التايتل اللي فوق العنوان مثلا ديت، وبعد كده هبدا اديله النص اللي هتكتب في الرساله. اقول له الاكس دوت تو سترينج بين قوسين، هقول له خد السنه واي 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 واي، وبعد كده الشرطه، وبعد كده الشهر كابيتال، وبعد كده سمول اللي هو اليوم. لو كتبنا ام ام هيكتب لي ال 07، لو كتبنا واحده بس هيظهر لي السبعه بس. طيب هقول له شغل. تمام، اقول له ايه في الديت، اجي هنا او بيقول لي سيمي كولن اقفل اهوت ده، اقول له رن، فيجيب لي التاريخ اهوت السنه والشهر
واليوم.